والله يمكن الأشباح عم تعطل الانتخابات الفرعية. أبناء كسروان وسكانها شبح أصبح مجرورا. وتوقفت الحياة من جوني. التفاحة اللبنانية بخطر. هالأيام والظروف القاسية الصعبة والحالة السيئة المزرية اللي عم يقطع فيها لبنان وخاصة منطقة كسروان. أنا قلبي على الدستور، أنا قلبي على الكرامة والحق، قلبي على القرار الكسرواني الحر، قلبي على الشفافية والمال العام، قلبي على الكهرباء، على المي، على البنى التحتية، قلبي على البيئة من التلوث، على السياحة، على الأسواق، قلبي على الطرقات وعلى الناس العلقانة بالعجقة، قلبي على البحر وعلى الصيادين. هذا السمك اللي موجود ببحر مصر. قلبي على الصحة العامة وعلى وجع كل مريض. قلبي على الإنماء المعدوم والغير المتوازن. قلبي على المدرسة الرسمية، على الشباب، على الثقافة، على الجامعات. قلبي على فرص العمل، على الشغل وعلى الاختصاصات. قلبي على الناس وعلى لقمة عيشهم، على الشباب اللي عم بيهاجر. قلبي على أولادنا يلي كل يوم عم بيموتوا على طرقات كسروان. قلبي على الصناعة، على الزراعة، على التفاح وعلى تصريف الإنتاج. عملاول تعميناه للأحصنة وللبقر والسنة مش عارف شو بدنا نعمل فيه. قلبي على المهن الصغيرة والمتوسطة، على الأسواق يلي عم بتناضل لتستمر. قلبي على الحريات العامة والإعلام. لا لمحاولة قمع الكلام والكلام الحر. قلبي على كل كسرواني فتوحي وجبيلي. قلبي على كل لبنان. فريد هيكل الخازن.